تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني. ورفع سموه في البرقية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة المجرة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات. وأعرب سمو رئيس الحرس الوطني في البرقية عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الذي حصده فريق ماكلارين، الذي يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين التي تحققها في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية الدولية في ظل دعم ورعاية جلالته الكريمة أيده الله ورعاه. وأشاد سموه بما وصلت إليه رياضة سباقات السيارات في مملكة البحرين وما تشهده من تطور مستمر بفضل التخطيط المتقن والاستثمار الناجح وبالجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.